السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنشرح حرف الطاء. حرف الطاء طبعا شرحنا حرف الجيم، حرف الزين، حرف الدال، حرف القاف. هنشرح النهارده حرف الطاء. الطاء ليها 5 اشكال زي اخواتها اللي عدوا قبل كده، ط وطاء وتي وطو وطاء سكون. طيب الطاء فتحه بتتعمل ازاي؟ طا كسره تي ضمه تو، يبقى طا تي تو. طيب عندي كلمات ايه تاني بحركة الفتح؟ عندي طاء طاووس، طاء طاووس، وطاء وايه تاني؟ وطاء طريق، وطاء طريق، وطاء طباخ. وعندي ايه تاني؟ طبيب وطريق وطباخ وطائرة وطاووس. ده كلها كلمات بحرف الايه؟ الطاء فتح. طب عندي ايه بقى بالكسر؟ الكسر بننزل بيه لتحت، تي تي بالقصر. طب عندي ايه؟ طفل، تي طفل، وتين تين. تمام. وعندي ايه تاني؟ طيبه طيبه. طيب عندي ايه بقى كلمات بحركه التو ضمه تو؟ التو ضمه عامله ازاي؟ بتتكتب على الهواء، تو تو تو. تمام. طيب ليها ايه بقى كلماتها؟ كلماتها اولا هي شبه صوت الطياره في الفصول الاربعه، هي بتقول ايه؟ بتضم بقها، يبقى دي حركه الضم. طيب عندي ايه بقى كلمات بحركه الضم في الطاء؟ تمام. طيور، تو طيور. وايه تاني؟ وطرق، تو طرق، طريق وطرق. تمام. وعندي طيور. طب عندي ايه تاني بحركه الطاء سكون؟ الطاء سكون، بط بطريق بطريق. يبقى دي الكلمات زي ما احنا شايفينها كده على السبوره بحركه الايه؟ الطاء فتح وقصر وضم. تمام. وان شاء الله باذن الله نتقابل في حرف تاني يا كيجي مع حرف جديد.